السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ الاحترافي مع نعيمة. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم بغيت نقدم لكم فيديو جديد، بانكيك بالشوكولا والكريم شانتيي، كيجي غزالين. كنتمنى انكم تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر. نبداو على بركة الله. كنحتاج جوج ديال البيضات، كنحتاج كاس ديال الحليب، كاس ديال الطحين، كنحتاج 4 المعالق ديال السنيده، كنحتاج واحد الخميره حمراء وواحد فاني، وكنحتاج 3 ديال المعالق ديال الكاكاو. بالنسبه للحشوه انا كنحتاج هنا الكريم شانتيي، خديته انايا داير وطلعته على يديا. غادي نبدا هذا هو اللون. غادي ندير رشة الملح نسيتها. صافي، غادي نزيد الحليب، دابا غنضيف فاني، غنضيف سنيدة، دابا غنضيف الطحين، نضيف معاها الخميرة، نحرك مزيان باش ما يبقاش هذاك الطحين مكور. دابا غنزيد نضيف الكاكاو، الكاكاو. انا راه درت الكاكاو حلو ماشي، حيت انا هذا جايبه من برا، داكشي علاش ما خديتش ديال المغرب. المغرب كيكون شويه مر، اللي بغى يدير الكاكاو المر يديرو، اللي بغى يدير الاخر يدير، يعني اللي متوفر في البيت عندكم. صافي، ها هو الخليط ديال البانكيك وجد. غادي ندير المقلة ديال الطيفال فوق البوطاط السخن ونبدا نطيب. انا غادي نحتاج هذا ديال البغرير ديال البانكيك باش ما نتعذبش بالمغرب. هذا كيقبط العبار يعني. غادي ما غنحبس حتى تبان لي واحد البقعات خارجين بحال الشكل ديال البغرير، عاد يمكن ليا نقلبها.
نتوما كيما شفتوا. نشوف واش طارت من تحت باش ما بقاش مشكل باش نبدا نقلبها. بقى واحد شويه صافي نقلبها. انتما كيما شفتوا انا غادي نكمل كل شيء باش ما نطولش عليكم الفيديو ونعاود نرجع لكم في التعمار ان شاء الله. انا رجعت لكم بعد ما كملتو، هانتوما كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نبدا نعمر. غادي ناخذ هذاك الكريم شونتيه اللي وجدت غادي ندير هكا نضغط في هاد الجوانب تيتسدو تنقص هاد الدرس بزاف. انا حيت خليتهم تبردو حاولوا انكم ديروهم هما سخانين. غادي نعاود ندير معاكم واحدة اخرى. انا حيت درت وخليته حتى برد، نتوما حاولوا انكم ديروه هو سخون. شوف كيفاش كيجي الشكل ديالو. ندير معكم واحده اخرى. نتوما كتسدو هذه الاولى، كتسدو هذه معكم كيجي رائع. يعني بغيت نبدل عليكم بدل من البانكيك عادي. اخر فيديو انا نزلت هو ديال البانكيك بالبنات، قلت علاش لا كاين اللي عزيز عليه الكاكاو علاش ما ندير لكمش حتى هاد الطريقه هادي. انتما كيف ما كنتو كيجيو بحال البريوات الشكل ديالو. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا كيفاش. انا غنبقى حتى نكمل ونرجع لكم. بعد ما كملتهم درت الكريم شونتيه في واحد البوشادوي. غادي نعمر هاد الخاويه هاد سميتو. انا ما مساعدانيش غادي ناخد الفروي معلب انا هنا عندي ورق النعناع نزين على هذا الشكل كما شفتوا.
هذا هو الشكل ديال البانكيك اللي وجدت بالشوكولات. نتمنى انه ينال اعجابكم. لاول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كل جديد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.